ستكون مع الكوادر التعليمية في محافظة بابل، وهي تبعث رسائل تضامن لأسر ضحايا عبارة الموصل. مدرستنا اليوم وقفة حداد، كرسالة نوجهها لأهلنا في الموصل، نقول لهم أن العراق هو واحد من شماله إلى جنوبه، لا فرق بين موصلي وبابلي، لا فرق بين جنوب وشمال، كلنا ما يحصل في الموصل من حداد من ألم هو نفسه نفس الشعور عند أهل بابل، فكلنا أرض واحدة ووطن واحد، ألمكم ألمنا، فرحكم فرحنا، اللهم ألهمهم، ألهم الشهداء المغفرة. الشعب العراقي من الشمال للجنوب شعب واحد، شعب إظلاما مع هذه الحادثة الأليمة اللي حثت في حادثة العبارة، نعزي شعبنا الشعب العراقي بهذا المصاب، وإن شاء الله إحنا شعب يأيد المساعدة، يأيد التعاون، يأيد الإيد الواحدة لوقوف إلى جانبهم في كل الأوقات الصعبة، وخاصة في هذه الظروف اللي يعيش بها بلدنا. ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر نبأ العبارة اللي راحوا بها مجموعة من الأطفال والنساء، وللأسف يعني تأثرنا بهذا الحدث المحزن. فبهذه المناسبة قامت مدرستنا وتماشيا مع الحزن المؤلم ببعض الفعاليات التي جسدت روح الشهادة والتضحية لأطفال العراق وشعب العراق وأبناء العراق.